طيب هلا مش رح نطلب منكم كيف تحسبوا الدوز اللي بتقتل الانسان من هذا الانسكتسايد من خلال ال D50. هذه بتكون عملية حسابية، ممكن بعدين لما نرجع على الصف اشرح لكم اياها بالصف نطبقها بالصف، بس هلا اونلاين ما رح اطلبها منكم. اخر فكرة بالدرس عم بيقلنا انه ذا دوز الاشياء اللي بتأثر على الاشياء اللي بتخلي تأثير الانسكتسايد يكون اقوى. The dose, length of exposure and way of absorption are other important variables to consider beside toxicity when studying the effect of a pesticide. يعني لما ندرس the effect of pesticide ما بيكفي بس ندرس toxicity لإله، بدنا ندرس the dose قديش حطينا منه لهيدا البستيسايد، length of exposure قديش طول هيدا البستيسايد وضله موجود بالمكان اللي بدنا يأثر فيه، قديش رشينا منه على فترات طويلة ولا فترات قصيرة، and the way of absorption يعني امتصوه من خلال stomach ولا من orally ولا respiratory ولا dermal. كل هيدا اشياء بتأثر على الإفكت of pesticide، يعني مش بس toxicity انما dose والlength of exposure والway of absorption. طيب هيك خلصنا درسنا. بدي منكم تبعتوا لي أجوبة الأسئلة هياتون، فيكم توقفوا الفيديو وتشوفوهم للأسئلة عندكم على حال ما عم بتتابعوا، أو أبعت لكم إياهم على الواتساب جروب تبعتوا لي الأجوبة على الخاص قبل ما يخلص وقت الحصة. يعطيكم العافية.